السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرض 4 طالبات جامعيات إلى أفعال خطيرة على يد مجهولين ليلة البارحة، وأصبنا إصابة متفاوتة الخطورة بالإقامة الجامعية عائشة شنوي ببودوا ولاية بومرداسة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تم ليلة أمس اقتحام جدار الحرم الجامعي من طرف مجهولين على الساعة 11 ليلا، بحيث تعرض 4 طالبات للضرب. تم إسعافهن ونقلهن للمستشفى المحلي، منهم طالبة في حالة جد حرجة، كما أنه من بين المتورطين شخص يبلغ من العمر 31 سنة، حيث يعمل كبناء مقابل الإقامة الجامعية للبنات، كما قام بضرب طالبات بواسطة أداة للبناء. من جهتها تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض على الفاعل ببودوا في ظرف وجيزة بعد تلقيهم اتصال هاتفي. ومن جهتها وحسب مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداسة، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بودوا ليلة أمس لأجل إسعاف 4 مصابين من جنس أنثى على مستوى الإقامة الجامعية عائشة شنوي بودوا، حيث تم إسعاف المصابين وتحويلهم للمستشفى.